مرحبا يا أصدقاء، كيف حالكم؟ اسمي أسيل، واليوم سنشارككم تحضيراتنا لعيد من أجمل الأعياد، وهو احذروا ما هو؟ عيد الأضحى المبارك، صحيح؟ أخبروني كيف تجهزون أنفسكم للعيد؟ في أستراليا نملأ بيتنا بالزينة الجميلة ونشتري ملابس العيد الجديدة ونصنع الكعك سويا ونزور أصدقائنا. في صباح العيد نذهب إلى صلاة العيد في المسجد، ثم نوزع الحلوى على الأطفال بعد صلاة العيد. آه كم أشتاق للعيد في بلدي ولأهلي أيضا. في مدينتي مسجد قديم جدا، قيل أنه ثاني مسجد بني بعد الكعبة، وفيه حدث رحلة الإسراء والمعراج. هل عرفتم عن أي مسجد أتحدث؟ صحيح، إنه المسجد الأقصى في فلسطين. فلسطين بلدي، ولدت في القدس عاصمة فلسطين الحبيبة، وهناك عشت أحلى أيام الطفولة. هل أخبرتك يا ريما كيف كنا نتجهز للعيد في القدس؟ أجل، تعلق الزينة في المسجد الأقصى، وتصدح المآذن بالتكبيرات والمدائح النبوية، وتمتلئ الأسواق القديمة بالأطفال والنساء الذين يحملون صواني العيد ويتوجهون إلى المخابز، وتفوح رائحة الكعك في كل الشوارع. وفي ليلة العيد كنا نخبئ ملابسنا وأحذيتنا تحت المخدات، ومن شدة الحماس في الصباح نعايد أعمامنا وأخوالنا بعد أن ينتهوا من ذبح الأضحية وتوزيع اللحم على الفقراء، ثم تطبخ أمي لنا طعاماً لذيذاً. ومن أحلى الأشياء بالعيد، ما أحلى الأشياء بالعيد؟ العيدية التي كان يعطينا إياها كل من يزورنا. هذه كانت حكايتي مع العيد يا رمروم، ما رأيك الآن؟ هل نسمع لقصة فطوم وكيف احتفلت هي بالعيد؟ نعم؟ حسنا؟ نكتب حكاية. الآن سنقرأ من خبأ خروف العيد، قصة تغريد النجار، ورسوم حسان مناصرة، تغريد النجار فلسطيني مثلي يا ريما. من خبأ خروف العيد؟ مين؟ تعالوا نشوف. هاي البنوتة؟ هيا نقرأ. قبل عيد الأضحى بأيام، حضرت الجدة فطوم من فلسطين لزيارة عائلتها والاحتفال معهم بعيد الأضحى. بعد أن ارتاحت الجدة من تعب السفر، أحضرت سلمى ملابس العيد الجديدة لتريها لجدتها، وهي تقول: ما رأيك بطقم العيد يا جدتي؟ أليس جميلا؟ قالت الجدة وهي تضحك: طقم جميل، طقم جميل. ثم صمتت وسرحت بأفكارها برهة وقالت: آه، الحديث عن العيد ذكرني بقصة حصلت معي وأنا في مثل عمر سلمى. قال ماهر وسلمى بصوت واحد: احكي لنا يا جدتي، احكي لنا يا جدتي. قالت الجدة: كنت يومئذ في السابعة من عمري، وفي أحد الأيام جاءت بدوية ومعها حمل صغير تعرضه علينا ليشتريه ونربيه لنضحي به يوم العيد. اقتربت من الحمل الصغير وصرت ألاعبه. سعدت كثيرا حين وافقت أمي على شرائه، ومنذ ذلك اليوم أصبح الحمل الجميل صديقي، يلحق بي أينما أذهب، وكنت آخذه ليرعى في البرية وأزينه بالأزهار وأتسابق معه وأحكي له أسراري. وفي يوم من الأيام سمعت أمي وخالتي تتحدثان عن خروف العيد، وهما تشيران إلى خروفي وتتبادلان الوصفات عن كيفية تبهيره وطبخه. ولأول مرة فهمت ما معنى أن يكون خروف العيد خروفي. أخذت الخروف ليرعى والحزن يفطر قلبي، وخروفي لا يدري ماذا ينتظره، يقفز هنا وهناك ويقول: ما ما ما. قررت لحظتها أن أحاول إنقاذ صديقي.
أخذته إلى مغارة لا يعرف مكانها أحد غيري وربطته، ثم عدت إلى البيت. كان جدي رحمه الله يحبني ويدللني، فأسرعت أختبئ في حضنه وأنا أبكي وأقول: لماذا يجب أن نضحي بالخروف يا جدي؟ لماذا؟ ضمني جدي إليه وقال لي بكل لطف: في عيد الأضحى يا حبيبتي يتذكر المسلمون قصة سيدنا إبراهيم عليه السلام، عندما أرسل الله إليه الملاك جبريل بخروف كبير ليضحي به فداء لابنه إسماعيل. هززت رأسي وقلت: أعرف هذه القصة يا جدي، ولكن، أضاف جدي مؤكدا: وهذه الأضحية يا حبيبتي تسعد الفقراء والمساكين عندما نعطيهم جزءا منها وتجمعنا حول مائدة الغداء فرحين محتفلين بالعيد. قلت وأنا أبكي: نعم، لكن لو تعرف يا جدي كم أحب هذا الخروف الصغير، لقد أصبح صديقي، أرجوك ساعدني. قال جدي: استغفر الله العظيم، ما كان يجب أن يسمح الكبار لصغيرة مثلك أن تتعلق بخروف العيد. هيا كفي عن البكاء يا صغيرتي وسأحاول أن أساعدك، لكن حذار يا فتوم حذار أن تتعلقي بأضحية العيد مرة أخرى. قلت لجدي: أعدك يا جدي أعدك. صمت جدي قليلا، ثم نادى أمي وسألها: ما رأيك يا ابنتي لو نشتري خروفا آخر للعيد ونربي حمل فطوم مع أغنام أخرى ليصبح عندنا عدد من الأغنام نستفيد من حليبها؟ احتجت أمي في أول الأمر، ولكنها أخيرا وافقت. كدت أطير من الفرح وأمطرت جدي بالقبلات وأنا أقول: أعدك يا جدي أعدك، لن أتعلق بأضحية العيد مرة ثانية. سألتني أمي عن الحمل فقلت: ضاع. صاحت أمي: خروف العيد ضاع؟ كيف حدث هذا؟ أين هو أين؟ بحث إخوتي عن الخروف طويلا ولكن دون جدوى. في صبيحة العيد لبست فستاني الجديد وركبت أراجيح العيد مع إخوتي، تأرجحنا، ركضنا، لعبنا، أكلنا المعمولة والحلوى. كان عيدا يا أحبائي لن أنساه أبدا. قالت سلمى ممازحة جدتها: ما هذا يا جدتي؟ أنا لم أعرف أنك كنت شقية إلى هذه الدرجة وأنت صغيرة. لمعت عينا الجدة بمرح وهي تقول: الشقي الحقيقي يا أبنائي هو والدكم عندما كان صغيرا. صاح ماهر بحماس: احكي لنا يا جدتي احكي لنا. ضحك بابا وقال محتجا: لا يا أمي أرجوك لا تحكي. قهقهت الجدة وقالت: بل سأحكي. ضحك الجميع طويلا واستعدوا لسماع قصص عن شقاوات الوالد وهو صغير. هذه كانت قصة من خبأ خروف العيد. هيا نبدأ. حسنا، ماذا سنحتاج؟ سنحتاج الكثير من الأغراض. هيا أخبركم، سنحتاج بعض الصمغ، المقص، ورق أو قماش مقوى، عينين، وإذا كان لديكم البعض من هذه أو يمكنكم استخدام ورق أبيض. هيا نبدأ. أولا نحتاج لأن نلصق هذه الورقة على ورقة أخرى، يمكنكم اختيار أي لون تريدون. هيا ريما، هل لصقت؟ ريما سبقتني، لقد ألصقت هذه بكرا. حسن، ماذا أيضا نحتاج؟ نحتاج أن نقص هذا الورق المقوى بشكل دائري، ومن ثم لا تعرفين سأساعدك، ومن ثم نلصقها أيضا على نفس الورقة. هيا يا ريما، قصي دائرة، قصي هذه الدائرة هنا، سأساعدك إذا احتجت. الآن ماذا سنحتاج؟ سنحتاج شعرات الخروف، صحيح؟ ونلصقها فوق رأسه. والآن سأساعدك حسنا، سأقص لريما الدائرة أيضا.
ها هو. الآن سنحتاج لأذنين الخروف، هيا نلصقها. هنا واحدة، وهذه اثنتان، لكل خروف أذنان. أما الآن فسنضع العينين، سنختار العينتين ونلصقها هنا. تفضلي. وما بعد ذلك آخر فقرة، نلصق رجلين الخروف. هيا بنا، واحد اثنان ثلاثة أربعة. سأساعدك اليوم. خروفي أصبح جاهزا، دعوني أساعد ريما. وأنتم في البيت اسمعوا لنا خروفا وشاركونا بالصور. سأنتظر صوركم بفارغ الصبر. خيلوا أني لقد صنعنا سوية خروف العيد، أليس كذلك؟ الآن ما رأيكم أن نغني أغنية الخروف؟ ريما، هل تعرفين أغنية عن الخروف؟ هل تقصدين خروفي اسمه سعدي؟ أسف، هيا بنا نعلمهم إياها وبعدها ستغنين معي. حسنا، هكذا تغنوها. خروفي اسمه سعدي، خروفي شعره جعدي، خروفي ياكل حشيش، خروفي يا ربي يعيش. هل تغنين معي ريما؟ هيا بنا. خروفي اسمه خروفي شعره جعدي، خروفي يا خروفي خروفي يا. أحسنتي. وأنتم في البيت غنوا الأغنية وابعثوا لنا فيديوهاتكم لنراكم. إلى اللقاء يا ريما. يا ريما، لم نصنع كعك العيد بعد، هيا بنا. هيا نبدأ. هل تعرفون ماذا نحتاج؟ هيا نخبرهم ريما. أزر، حسنا، كيلو من الطحين، ثلث كوب سميد، ثلاث معالق سمسم، وثلاث معالق حبة البركة، في فلسطين نسميها قزحة. سنحتاج أيضاً ملعقة دقة كعك، ملعقة ينسون مطحون، ونصف ملعقة محلب. هل أنتم جاهزون؟ هيا نخلطهم سوياً. يلا نخلط، يلا. أخلطي ماما، أخلطي أخلطي أخلطي. كمان كمان كمان. إذا بدك تقعدي هون أقعدي ماما. أخلط 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 أخلط. غني أخلط 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 أخلط. هيا هيا بنا. الآن سنضيف كوبا من السمنة. هيا أنتي ساعديني من فضلك يا ماما. أقوى أقوى أقوى. كوبا كاملا من السمنة، كله كله يا ريما. الآن حسنا، وكوبا كاملا من الزيت. هذا سهل، هل تريدين فعله أم أنا؟ أنا. حسنا، نخلط نخلط. أمسكي هذه هنا. نخلط نخلط ونخلط 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 حتى تصبح عجينة. صحيح، صعب. دعيني أساعدك. هيا نخلط، سنخلط ونخلط ونخلط. العجينة ثقيلة، دعوا ماما تساعدكم. الآن سنستعمل أيدينا. هل تريدين مساعدتي ريما؟ هيا، علينا فقط أن نفعل هكذا حتى تصبح كالرمل. الآن حان وقت أن نضيف الحليب. نضيف كوب ونصف من الحليب وملعقة بيكنج باودر.
هيا ريما، تريدين أن تضيف الحليب؟ بسم الله. رويداً رويداً، قليلاً قليلاً، كلياته. والآن نكمل الخلط. هيا نكمل. أكملوا أنتم أيضاً. شعور غريب، أليس كذلك؟ نخلط ونخلط، نخلط ونخلط. ريما سأدعك تخلطين هذه وأنا سأحضر العجوة. حسناً، العجوة سنحتاج نصف كيلو من العجوة، ملعقة دقة كعك، وملعقتين من السمنة. أنا سأحضرها بينما ريما تخلط. حسناً، هي العجوة ودقة الكعك والسمسم. ريما سأضع لك البيكنج باودر أيضا والقليل من الحليب. باقي الحليب، نضع الحليب تدريجيا. حسنا، جاهزة. سنضع دقة الكعك. وسير ملزق. والسمسم. ماما ونخلطها سوية. أنا بقول لك إنه إيه؟ نخلط ونخلط 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 العجوة حتى تصبح كلها متجانسة. تذكروا، عجوة، دقة الكعك، سمسم والقليل من الزبدة. نخلط ونخلط ونخلط. أعتقد أنها أصبحت جاهزة. ماذا عنك يا ريما؟ أم إيه، أنا تربيت شوي شوي جاهزة. تريدين بعض الوقت؟ حسناً يا ريما. بعد أن ننهي العجوة سنصنع منها أصابع، أما العجينة سنتركها لمدة ساعة لتجهز. بينما ننتظر سنحضر أصابع التمر. هل أنتم جاهزون؟ ريما ستساعدينني؟ نعم. هيا نحضر العجوة بعد أن خلطناها بالسمنة والسمسم ودقة الكعك ونصنع منها أصابع. هكذا يا ريما، هل رأيتم؟ هيا نصنع الكثير منها. أنا عملت وابلي وان. إيوه نخليهم هيك ماما، صغنونين. أعملهم طباط بالأول بعدين شوفي كيف هيك. أنا طابي. ما عملت طباط. أعملي طابي وبعدين هيك صغنون. يلا نعمل واحدة واحدة. هلا 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 راو وابلي كمان مرة. شطورة، يلا كمان كمان. ضحكوا تبعون رمل ومزح. ريما العجينة أصبحت جاهزة، أما أصابع التمر فهي جاهزة أيضا. انظروا الكثير منها. شكرا يا ريما. الآن سنصنع الكعك. نحن معتادون أن يكون شكل الكعك دائريا، لكن اليوم يمكن أن نصنعه على شكل مربع، نجمة، أو قلب. أو قلب، أحسنتي. بأي الأشكال تريدون؟ هيا نبدأ. سنأخذ العجينة ونفردها هكذا، ونختار إحدى أصابع التمر ونضعها داخلها ونغلقها قليلا قليلا قليلا. هيا نحضر الصينية. إيه ريما صنعت، ما هذا؟ حلزون. حلزون، جميل. سنصنع الباقي ونعود إليكم. ها قد انتهينا من تحضير أول الصينية. الآن سنضعها بالفرن التي أصبح درجة حرارته 200 درجة مئوية. الآن سنضعها بالفرن لخمسة وعشرين دقيقة وسنراكم بعدها. انتظرونا. أنا بدي أخذها. آه نسيتك يا ريما. يلا حطيها ماما. ها قد جهزت الكعكة. الآن سنتركها تبرد بعض الوقت. يا الله، لقد كان يوما جميلا. لقد أمضينا سوية وقتا رائعا. أتمنى أنه أعجبكم. سأراكم في الحلقة المقبلة. إلى اللقاء.
Thank you.